طيب أنا عايز أسألك سؤال. كورونا يعني التي هي مصاحبانا بأن سنتين تقريبا دلوقتي، أثرت على صناعة السينما، على حجم الأفلام في العالم؟ أكيد طبعا طبعا طبعا. صناعة أثرت. السينما من أكتر الصناعات اللي تضررت من الحظر ومن العزل، والناس يعني ما بقتش بتتواجد في تجمعات لفترة طويلة جدا، ورجع تاني كمان الموجات المتتالية من الانفلونزا دي وبأسماء مختلفة يعني. فبقى في كمان دلوقتي في أوروبا إغلاق تاني. أيوة. فكل ده بيأثر على صناعة السينما بشكل كبير جدا. طب المنصات الإلكترونية كانت بقى، كان الحظ بقى على العكس يعني. فاللي استفاد من الموضوع الكورونا ده هي المنصات اللي هي اوريدي كانت يعني في تقدم وفي انتشار، لكن كمان جه موضوع الحظر ده خلى الناس اللي حتى ما كانتش بتفكر ان هي تشترك في منصات بقت بتشترك، لانه هي ما عندهاش مجال تاني غير المنصات تشاهد افلام جديده. فده عمل بومينج، عمل ازدهار كبير قوي للمنصات. لكن لما يعني مخرج مثلا يقوم بتنفيذ فيلم سينمائي مؤكد انه لما يتصور انه هيتعرض على شاشه كبيره هيبقى عنده يعني عوامل معينه لابد من انه يحافظ عليها، لكن لما يعرف انه هيتعرض على شاشه صغيره، مساله مش تختلف في تقنيه السينما؟ تختلف طبعا بالمفهوم القديم والتقليدي. كان بيبقى فيه طبعا فرق كبير جدا بين العمل بينتج للعرض في دور العرض السينمائي. أيوة. وعمل بيعرض على شاشة صغيرة. أيوة. شاشة التلفزيون. لكن مع في نفس الوقت التطور الكبير جدا اللي بيحصل في وسائل العرض المنزلي، الشاشات اللي هي الحديثة الـ4K، ودلوقتي في كمان الـ8K داخلة اللي هي يعني تبقى أفضل حتى من شاشة السينما، والصوت بتاعها بيبقى أفضل من شاشة السينما، يعني عوض غياب الشاشة السينمائية إلى حد ما، لأن الشاشة بقت كبيرة. بقى كمان الريزولوشن عالي جدا، بقت الصوت نفسه بقى متطور جدا في هذه الأجهزة، فبقى يقرب من حالة العرض اللي في دور العرض السينمائي الى يعني حد ما. الى حد ما، لانه انا يعني مش متخيله انه يعني انه المشاهده المنزليه مثلا تساوي مشاهده فيلم في دار عرض سينمائي. يعني عندما اذهب الى السينما تلك حاله، يعني حاله من البهجه ومن الاستعداد، من الاستمتاع، حتى من يعني الجلوس مع اخرين يعني. صحيح. يعني هي طبعا الفرق، حتى مهما اكيد هتتطور يعني نظم العرض المنزلي اكيد هتتطور جدا، وممكن توصل لان هي تبقى زي دور العرض السينمائي، لكن هيبقى السينما كطقس اجتماعي. لانه السينما مش بس فرجه على الافلام، هي السينما طقس شعائري اجتماعي جميل، ليه جذور في تاريخ المجتمعات وتاريخ الإنسانية، إنه الناس بتتجمع كانت علشان تشوف مسرحية في معبد ديني، وبعدين في مسرح، وبعدين في دار عرض سينمائي. يعني فكرة التجمع دي والاستقبال الجمعي للعمل الفني دي حاجة هتفضل موجودة، وحاجة مهمة جدا للسلامة النفسية بتاعت المجتمعات والسلامة النفسية بتاعت الفرد. فالطقس ده هو اللي احنا مفتقدينه في الحقيقة، وهو ده اللي ممكن يكون ليه أثار سلبية شوية، إنه لو الإنسان فضل في اتجاهه ناحية العزلة الفردية ده ممكن يؤدي لخلل نفسي في الأفراد وفي المجتمعات مستقبلا. حضرتك بتشير لشيء في منتهى الأهمية الحقيقة، وإحنا شايفين الأثار يعني مش ميزة إن أنا أشوف فيلم سينمائي بتقنيات عالية في البيت. بالظبط، الأثار دي ابتدت دلوقتي، احنا بنبتدي نشوف البدايات بتاعتها. فكرة الاستقطاب اللي احنا شايفينه ده في الأفكار، فكرة انه الناس ما بتتبادلش الآراء حوالين الحاجة، هو كل واحد رأيه وهو بس، ويسفه من آراء الآخرين. فكرة العزلة داخل الأفكار وداخل القناعات من غير ما ننفتح على الآخرين. هنا ده راجع لفكره انه الناس ما بتقعدش مع بعض
تشوف عمل وتتناقش فيه وتتكلم وتستقبله بشكل جمعي، فيحس بالتقارب الإنساني والتقارب الاجتماعي والتقارب الفكري بينه وبين الآخرين. ده يمكن التأثير السلبي اللي يعني موجود دلوقتي، ولازم هيكون له حل. يعني مش هينفع انه، لان لازم يحصل نوع من البدائل لفكرة الطقس الاجتماعي ده، واعتقد ان دور العرض السينمائي هتفضل موجودة كبديل لهذا الموضوع. عشان كده مثلا بنلاقي ان الاقبال على المهرجانات بيزيد. مهرجانات السينمائية. المهرجانات السينمائية لان هي اللي بتوفر البديل ده دلوقتي. انه الناس ترجع تتقابل تاني، ترجع تتناقش تاني في الافلام، لان من خلال المناقشه دي الناس بتطور تفكيرها. احنا لما كنا بنتفرج على برنامج نادي السينما زمان، فكان ممكن واحد لما يشوف الفيلم يبقى ليه راي فيه. ايوه. بس لما يقعد يسمع المناقشه ممكن يغير رايه. ممكن يغير رايه. فهي دي الفكره، في انه الناس لما بتتناقش بتتطور ذوقها وبتتطور تفكيرها، وبتتقبل كمان، تتعلم انها تتقبل الراي الاخر. الى جانب طبعا يعني متعه الوجود في المجموعه. يعني طبعا طبعا، وصل ان انا جزء من جماعه. أيوة. مش أيوة. كائن منفرد في العالم.